بزاف تيقولوا انني مثلا عندي قصه ديال الحب الاول علاش غنيت عليه. اي واحد في الحياه كيعيش قصص ديال الحب، كيعيش قصص ديال يعني عاطفيه اكيد. ما انا ما كنحاولش انني ندير نربط حياتي الخاصه بحياتي المهنيه، فما كاين حتى شي حاجه من هذه الهضره انني كنغني على حياتي الخاصه، لا مستحيل. انا كنغني على الواقع، محاكاه للواقع، وكنحاول انني نغني الحاجه اللي غتقيسني، كلمات اللي غيقيسوني واللحن اللي غيقيسني. انا في رمضان كنحاول، ماشي ما كنغنيش، انا في رمضان كنغني الامداح النبويه الشريفه، كنغني الابتهالات ديالنا الدينيه، وكنغني يعني اي حاجه دينيه روحانيه. كنحاول انني دائما نقدم واحد الشيء اللي مناسب للجو اللي احنا فيه، كيف كيعلم الجميع المناسبه شرط، فحنا كنحاول اننا نكونوا قد المناسبه. ما كيعنيش انني كنحبس هذا الشيء مورا رمضان، بالعكس انا دائما على طول السنه كندير الاناشيد النبويه، المدائح، كندير الابتهالات، كندير يعني اي حاجه دينيه كنديرها على طول العام، ولكن في رمضان كنحاول انني نركز عليها اكثر وكنكثف منها اكثر. انا بصراحه ما كنبغيش ندوي على شي فنان ولا فنانه، بالعكس انا كلهم اصدقائي في يعني في المجال الفني، كلهم كنكن لهم الحب والاحترام. انا مع ان الانسان ما يدخلوش لي في حياته، يعني الفنان كيبقى انسان، فكنطلب ان من الناس ما يبقاوش يدخلوا لي في حياته الشخصيه، لانه كتبقى حياته وهي خاصه به، كتبقى حياه اللي كاينه اوجه اخرى ما معروفاش اللي مشاركه معاه هذيك الحياه، ما باغينش عندهم مبادئ، ما باغينش يبانوا، ما باغينش يتعرفوا، فهذيك حياه الشخصيه ديال كل واحد. فانا كنحترم اي راي، وكنحترم الراي ديال الفنانين والفنانات اللي ما كيبغوش يشاركوا حياه شخصيه مع الحياه الفنيه ولا العمليه. رساله اخيره كنقول لكم عيد اضحى مبارك، اول شيء ان شاء الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه، وكل عام وانتم بالف خير، وكل عام والمغاربه بالف خير ان شاء الله، وبلدنا الحبيب المغرب بالف خير، وسيدنا الله يصنعه بألف خير، وإن شاء الله دامت علينا الأفراح والمسرات.